بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الذميم. عساك السيد العظيم هايل كويس أوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من أول دخولك لحد ما تركع تحت رجليها ده الجزء المهم أوي. ليه؟ أوي أوي. اتفضل يا أستاذ مرجان. أهلا أستاذ مرجان. أستاذ محمد أبو داود المخرج الكبير. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصية يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصية بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط، فده مكنون الشخصية. كل ده في الجملة دي؟ بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحة اللي هناك دي الكالوس ده. ايوه. هتقف لحد مدير خشب مسرح يقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذة كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ دي دخلتك. هداك السيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المع. قد وقعنا في الفخ. وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك قول له انت. هو بيقول لك جائزة أحسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان أحمد مرجان. أنا أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! 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 إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا، اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. انا نسيت، ده احنا في رمضان. صحيح رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. بتعمل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين؟
البصراوي. بصراوي دي فين؟ دي ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حودة. اخواني، لا يجب ان تحركنا الاحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة. نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعاً إحنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده أنا عامل لهم شو دوبليكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهليهم على الديسكوهات، أنا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ويبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. ايوه بس الجامعه تدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانيه ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه، الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه. المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك. انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدر المشروع ده. مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره لا